تهانينا لحمد بن جابر بن جهمان البريدي على التواصل وعلى هذا الأداء الجميل بنقطتين اللي صبح هذا اليوم في الأشواط الرئيسية. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان، أعلنت انطلاقة الشوط الأول الرئيسي لسن القعدان اللقاية والمسافة 3 كيلومترات. شعارات مميزة، شعارات تحمل لنا قوة التحدي والمنافسة. المركز الأول دابان وأحمد بن سلمان المنصوري، وثاني الأسماء وصل شاهين وسالم بن علي الصعاق المري، وثالث الأسماء مشاهدينا ومتابعينا الكرام وصل برق لسيد سعد بن سالم بن زايد العتيبي، ورابع الأسماء وصل شاهين وسعد بن مبارك بن الضعيف المري، وخامس الأسماء أسماء قوية وشعارات كبيرة مميزة تحمل لنا قوة التحدي والمنافسة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنالك نلحق ونرجع المقدمة والصدارة، هنالك دابان دابان الله الله وأحمد بن سلمان المنصوري من يقدم دابان بهذا الشوط المميز، ولكن شعار الصعاق غادم لا محالة. شاهين وسالم بن علي الصعاق المري والأسماء القوية الحاضرة هنالك، ثالث الأسماء مشاهدينا ومتابعينا الكرام شاهين وسعد بن مبارك بن الضعيف المري، ولكن رابع الأسماء وصل سوغان وحمد بن جابر بن جهمان البريدي ليقدم لنا هذا الاسم الكبير. ورابع الأسماء هنالك مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل وصل هنالك مشاهدينا الكرام اللي يحمل الرقم 36، هنالك رابع الاسماء وخامس الاسماء، وصل هنالك شاهين وناصر بن حمد المري. ولنا عوده الى المقدمه والى الصداره، هنالك شاهين وسالم بن علي الصعاق المري، ولكن تراجع هنالك دابان واحمد بن سلمان المنصوري، وثالث الاسماء وصل سوغان لسيد حمد بن جابر بن جهمان راعي الشوط الاول الرئيسي للحقايق، وهنالك افضل توقيت لسن الحجايج، وهنالك 4 دقائق و37 جيزو. تهانينا لحمد بن جابر بن جهمان على هذا الاداء الجميل والشوط الاول الرئيسي لسن اللقاية، وهنا شوط الرئيسي لسن اللقاية القعدان، ولكن نلحق المقدمة والصدارة الصعاق. هنالك شاهين وسالم بن علي الصعاق والعصا في البطان، يلا يا الصعاق الله سوغان وسالم بن علي السؤال سالم بن علي الصعاق، وهنالك الله 500 متر تفصلنا عن خط النهايه بقياده شاهين وسالم بن علي الصعاق المري، ويرقص وحيدا الله شاهين وسالم بن علي الصعاق. 400 متر اخيره، 400 متر ثقيله، شاهين وسالم بن علي الصعاق المري. سلام يا الصعاق، سلام 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 شاهين الله. 200 متر اخيره، سلام شاهين، سلام يا الصعاق، سلام. تهانينا من هذا الموقع. 100 متر الله يا شاهين، الله يا سالم، سلام يا سالم، سلام يا شاهين الله. تهانينا تهانينا والف مبروك لمالك شاهين سالم بن علي الصعاق المري المركز الثاني.
كم من نصيب مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء وصل هنالك الذيب مبارك بن محمد بديهن والمركز الثالث سوغان سوغان وناصر بن حمد المري. التوقيت الزمني ساعة وصول شاهين لخط النهاية قطع مسافة 3 كيلومترات في زمن وغدر 4 دقائق و40 ثانية و25 جزء. تهانينا لمالك شاهين سالم بن علي الصعاق المري، تهانينا لجميع الفائزين.